طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادي عندي بدء كنعتذروا من رجال الصحافة على ضيق القاعة، لأن سنتفاجأ بأن تبارك الله عليكم كثر ديال الحضور، وهذا كينم على أن فريق اتحاد طنجة كيدخل في الصميم الاهتمام ديالكم. شكر موصول لكم على هذه التغطية الشاملة. هذه الندوة أو اللقاء التواصلي هو في إطار سياسة الانفتاح اللي اللي قررت اللجنة المؤقتة على عاتقها أنها تتخذها من أسس ديالها. احنا استدعيناكم من أجل إطلاعكم على كل كبيرة وصغيرة اللي هي في الصميم الاهتمام ديالكم، فمرحبا بكم. ونحن رعنا إشارات أي تساؤل ديالكم مرحبا. التعاقد مع كاموندي كان مفروض علينا، بغض النظر على الاسم كان كاموندي أو غيره، كان مفروض علينا وعلى النادي أنه يتعاقد مع مدافع، أن السي جعفر الكيك ولا السي عبد الواحد بن القاسم في إطار القوانين اللي كتفرضها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأنها كتفرض بانه اللي ياخذ زمام ديال تدريب البطوله الاحترافيه انه يكون حاصل على الدبلوم ديال التدريب كاف ا او ما يعادله اللي هو ويفا افرو. هذا الدبلوم هذا السي جعفر ولا السي عبد الواحد القاسم ما كيتوفروش عليه. عملنا مجموعه ديال المحاولات من اجل الاستمرار ديالهم، خصوصا في النتائج ايجابيه، ما محاولات باءت بالفشل لان القانون قانون. احنا كرجال القانون كنحترموا القانون. كان المفروض نتعقدوا ونشوفوا مدرب، كانوا مجموعه ديال السيرات الذاتيه ديال المدربين درساتهم اللجنه التقنيه. الاختيار ديالها كان على كاموندي، استشرت كذلك مع اللجنه المؤقته واستشرت مع اهل الاختصاص كذلك. شفنا المدرب كاموندي، شفنا اختيار جماعي عقلاني، وخصوص الشق الثاني من ناحيه ديال الجواب ديالك ديال السؤال ديالك على الجانب المادي، انه غادي يرهق الكاهل ديال الميزانيه ديال النادي. فسي كاموندي ولا المساعدين ديالو ولا بيستارا او كاموندي، الحمد لله الاجره ديالهم جميعهم تستاهلهم، ما وصلتش للمدرب السابق اللي هو كاموندي اللي كان كيتقاضى كيتقاضى 25 مليون، لان الناس هادو جاو عندنا ما فرضوش علينا شي شروط الفلوس. الناس جات تخدم وحنا جينا نخدموا وتلاقينا مع بعضياتنا في هذا الصالح ديال الفريق. خزينا 0 درهم حاليا، اي نشاط او اي عمل مصروف يومي الي ديال النادي الا كنقوموا بصراحه بالمجهودات الذاتيه ديال جميع الاعضاء، كلهم بمساهمته حسب استطاعته كنساهموا ان شاء الله، والامور ماشيه لحدود ساعته الحمد لله، ماشيه بألف خير. وفيما يخص الشق الثاني، هل هناك محتضن جديد؟ بالاضافه الى طنجيميد، طنجيميد بالفعل، وكانك سي سعيد كنت معنا اليوم، خبر حصري اليوم الحمد لله. كان الطلب ديال تجديد الاتفاقيه، وكان السيد المدير العام السيد تاجر الريفي مشكورا من هذا المنبر اللي وقع عليها اليوم ان شاء الله، وغادي يدعموا النادي. وفيما يخص هل هناك من داعمين جدد، عندنا لجنه داخل اللجنه مكلفه بالتسويق، ان شاء الله كنخدموا على مجموعه ديال الداعمين ان شاء الله اللي غادي يكونوا في الافق القريب ان شاء الله. بالنسبه للشق الاول ديال كاموندي، الاختيار ديالو كان جاء عن قناعه. حنا كلجنه بغينا نقطعوا الصله مع الماضي، بغينا ناسسوا واحد البرنامج ان شاء الله لفريق اتحاد طنجه، برنامج مستقبلي، سواء قصد اللجنه مستقبلا في المكتب القديم او مشات، فانها كترسم واحد الارضيه تكون سليمه صحيحه، نقطعوا مع الماضي. لذلك فتحنا مجموعه ديال الابواب من اجل الترسيس من هذا البناء، اللي هو بناء غادي يكون سليم وعملي وعلمي في نفس الوقت والاقل تكلفه. بالنسبه كتجربه ديال كاموندي كتحكم عليهم بانهم فاشلين، فكيبقى حنا كنشوفوا بانه ناجح من خلال الوقت اللي خدا في اكادير مقارنه مع التجارب اللي خدا مع الوداد او المغرب الفاسي. حنا كنشوفوه بانه مدرب انسب في هذه المرحله
من خلال السياسه اللي غادي يعتمد عليها من خلال البرنامج اللي استقرنا معاه. وفيما يخص حموده كاين اهتمام ديال فريق الرجاء البيضاوي بالفعل، كاين التواصل ديال الاعضاء ديال المكتب ديال الرجاء بفريق اتحاد طنجه، ولكن حمودان خط احمر وانتهى الكلام، يعني غير قابل للمس دائما، سيظل دائما وابدا بفريق اتحاد طنجه ان شاء الله. حنا كلجنه جينا بواحد الصرفيه بان الاحكام اغلب الاحكام دخلت حيز التنفيذ، يعني غادي ناكلوا ضربات موجعه باش نوصلوا هذا الجمهور. دابا حنا والجمهور خصنا نصبروا مع بعضياتنا صراحه، نكونوا شويه يد في يد من اجل باش نلاقيو شويه هاد الضربات. وجل ان شاء الله غادي نشوفوا معاه شي حل ودي ان شاء الله، نتمنى نتوفقوا فيه ان شاء الله. هي رغبه متبادله ان شاء الله. حنا عملنا سنتين ونص، سنتين ونص مفصله كالتالي. ياخذ سيغاموندي مجرى الامور ديال التدريب الى نهايه الموسم. في حال ما اذا كنا راضيين على العمل ديال سيغاموندي وتقبلوا بواحد الاريحيه، السيد باغي يخدم الى تقبلنا العمل ديالو شفناه بدا كيعطي الاكل ديالو بواحد النسبه مئويه، ولا غير كنشوفوا حنا لان كاين الحدس، عند الحدس الانسان كيعرف واش العمل ماشي مزيان ولا لا. الى شفناه مزيان راه الاستمرار ديال العقد ان شاء الله، الى شفناه ماشي مزيان من حق النادي كيعلم سيغاموندي واحد الاشعار 15 يوما قبل انصرام الاجل ديال الموسم ان شاء الله. الديون كان الرقم المالي كان في التقرير المالي السابق اللي هو العجز ديال 2.2 ديال الدرهم. كاين احكام جاريه، يعني النسبه او المبلغ ديال الدين غادي يرتفع. كاين احكام ديال الفيفا اللي كنقدروها في 750 حتى 800 مليون سنتيم اللي غادي تزاد، وهي انيه يعني قريب تسجل على الفريق بصفه نهائيه. وكاين بعد مجموعه ديال الدعاوى كذلك تسجلت في غرفه النزاعات في الجامعه الملكيه، مجموعه ديال الملفات. اكيد الدين غادي يرتفع، ومن خلال علم مسح الديبوغرافي الاولي غادي يوصل قرابه بين 3.5 4 ديال المليار مستقبلا ان شاء الله. لان كاين مجموعه ديال كنعتقد شي 10 ديال الدعاوى تسجلت مؤخرا، ستاتي وشيبي جيد، يعني كل ملف الا عنده حقوق ديالو كتبقى الاول والاخير، يعني مبلغ الدين غادي يرتفع. فالاسبوار فيما كيغلب كنعطيوه واخا ولو انها رمزيه، ومع ذلك شي حاجه كبيره كتجيهم الحمد لله. كان تحول نوعي، الا غادي تمشيو الاسبوار غتلقاو واحد الحماس قل نظيره، عمركم ما تشوفوا. كل شيء عنده طموح يلعب في الفرقه الاولى، وهذا ان شاء الله غادي نلعبوا على هذا الجانب هذا. كذلك بحال اللي قال السي ناصر الله، الفريق غادي يبقى يستقطب ان شاء الله المواهب، الطيور المهاجره غادي ترجع بطريقه عكسيه. حنا النادي بدا كاين واحد السياسه ديال اعداد عقود لاي لاعب شافوه موهبه باش نخلقوا واحد الجو ديال التنافسيه في طنجه وتحفيزا ليهم. كاين بينا كنصرفوا حتى مستحقات اللاعبين ديال الاسبوار، صرفنا من بدر البقادي وياسين دياز لان عملنا لهم واحد العقد، خداو اول شهر هذا وان شاء الله حتى هما غادي يبقاو ياخذوا اجر الشهري ديالو، واي غادي يكونوا هما كحافز عاود لباقي اللاعبين ان شاء الله. حنا اي واحد الشاهد غادي يجازيه ان شاء الله. كانوا عوامل بزاف اللي ما كيعطيوش الاهتمام من العنصر المحلي. كاين اللوم حتى على المدربين اللي كانوا كيجيو عندنا كانوا خصهم لاعب جاهز. اي مدرب جا عندنا خصو يجيب 700 لاعب. احنا كمدينه وكجمهور، الجمهور ديالنا كيضغط. احنا دابا كلشي كيشكر ولا سير واحد النسبه مئويه هذيك عين فايرو هيدا ما كاين لا كذا، ما انت كتعرف التصيله وفصيله وهذا. صراحه نقولها لكم عندنا جمهور ضاغط بزاف صراحه، احنا جمهور كيضغط، فرقه خصها النتائج. كانوا اي مدرب كيجي كيجيب لاعبين خصو يحقق نتائج، حتى المدرب خصو يحافظ على بحال اللي كنقولوا الكارير ديالو، ما كيعطيوش الفرصه. كانت مطالبات بهذا، دخلوا لاعبين عطيوهم فرصه. كانت بدايه هذا الموسم مع كازوني عمل واحد التربص مجموعه اللاعبين، ولكن قصاهم تدريجيا بما فيهم النبوش اللي صراحه حنا كشخصيا تفاجئنا بانه قصا. يعني كاين عوامل خارجيه بالاضافه. ثاني حاجه عدم الاهتمام، كان شويه عدم الاهتمام، واحد التقصير بالفئات لان الظروف الماديه حتى الخطور البشريه شويه خاصها ترمين.
يعني ان شاء الله دابا واحد 50 سنه الله نهضروا مستقبلا نتمنوا تدوز واحد الفتره كانوا هاد الناس لو كانوا ناس اخرين اخوان اخرين يعملوا ندوه صحفيه وحسبوها ان شاء الله. بخصوص بادي حقوق ما عندنا حتى شي اتصال به كان فيه هاد الخبر هذا سيكا مونديا على علم اليقين بان الفريق ممنوع من الانتدابات وبالتالي مادام في هذيك منطقيا ما غادي يقول لك شي يجيب لي لاعب او يفتح لي باب قناه المفاوضات مع شي لاعب. هذا الخبر عاري عن الصحه ديال بادي حقوق بخصوص المساعد ديال سيكا مونديا اللي هو طارق شهاب انه مدير على الايمن فبالعكس جعفر ولا بن قاسم جميعهم ادرع بالنسبه لي كاموندي قبل ما يتم التوقيع مع كاموندي كانت واحد درسنا الملف بجميع جوانب جلس جعفر وكاموندي وحدوا النقط فوق الحروف كذلك سي كاموندي رجل كيعجبو يخدم بعمل جماعي هذه هي الميزه اللي خلاتنا نتشبتو كما اللجنه كتخدم بعمل جماعي عمرنا ملي بدينا دابا 40 يوم لقينا كنلتقي 41 يوم جميع القرارات ديالنا كتكون تشاوريه وديمقراطيه وتصويت ايما كيكون واحد الاجماع ديال نسبه 90% على القرارات مره 100% كيكون نقاش بين اللجنه كنوصلوا لدرجات عندك الاولى سنوات ولكن دائما القرار ملي كيكون جماعي نسبه الخطا كتقل بها كذلك هذا بالنسبه لكاموندي الثلاثي اللي معاه غادي يعملوا ان شاء الله هناك واحد التنسيق تام وهما واعيين كل واحد واعي بالدور اللي غادي يكون ليه ان شاء الله بخصوص اللاعب مدن بالفعل كان جا قرار مفاجئ في اطار تداوي الاحتراف ديال ديك الكليه السلطه ديال المملكه من اجل زاد الشيء الوباء تم اغلاق الحدود سوء الحظ ديال سي عبد الله المدن بانه كان عاد وصل من الجزائر ديك العشيه في 6 العشيه في 12 غادي يشدوا الحدود كان من الصعوبه ايجاد واحد تذكره الطيران باش يرجع كرهو من طنجه لحدود ساعته تواصلنا مع السي المدن مع الوكيل الاعمال ديالو السي نسيم حنا راسلنا الجامعه الملكيه المغربيه من اجل اعطاء واحد الرخصه استثنائيه لادراجه ضمن قائمه المسافرين الاستثنائيين وان شاء الله غادي يكون الحل عما قريب ان شاء الله هو عالق في الجزائر وخاصه مجموعه من اللاعبين اللي كيزاولوا الجزائريين اللي كيزاولوا في البطوله الاحترافيه نعم كاين حالات اخرين دخلناهم اليوم اصبح اللي كان في السويد والخلاطي اللي كان في اسبانيا تمكننا الحمد لله من الادخال ديالهم قبل المسيره من اجل الممنوح فيما يخص الشق الثاني ديال المنحه الممنوحه للفئات 100 مليون الى سي بوسيني فعلا كانت هذه يمكن شي مده قديمه كان هذا الجامعه كانت تستعمل هذا مع التكوين ولكن هذه الثلاث سنوات الاخيره يمكن وقفت هذه المنحه وعملت واحد فتره تحملات مراكز التكوين وخص الفرق اللي غادي تمتثل هذا الفتره ديال هذه هو اللي غادي تبقى تمنح له هذه المنحه انا دابا في صدد نجاوبوا مع هذه الفتره التحملات هو عندنا في واحد المجموعه ديال الشروط لا بالنسبه للاطر التقنيه اللي غادي تكون بالتدريب ولا بالنسبه الاطر المشرفه على هذا المركز والعدد الناس اللي غيكونوا وجات عملت واحد المجموعه لجنه تقنيه من الجامعه ديال الزيارات ميدانيه حضرت على التدريب هاد الفئات ودابا غير يكتمل الملف عادي لا غادي يمكن يكون شي منحه مع الاكتمال ديال الملف ديال المركز التكوين ولكن في الساعه راه ما بقاش يمكن الجامعه لاحظت هادشي ماشي خاص اتحاد طنجه ولكن الفرق الوطنيه كلها الخيرات ديالهم كاين بعض بزاف ديال الناس كيقول لك وانا غادي نخالف شنو غادي نستافد غتستافد من المجموعه ديال المزارع اول حاجه غتكون انت هو المحاور المباشر من المكتب انت اللي غادي تحاسب انت اللي غتنتقد وإلا انتقدتي كتكون عندك الصفه مخالف كذلك امتياز كيقول لك شنو نعطي 5000 مقابل 3000 كاين ديك الفاشل المخالف من حقه يجي يتفرج المباريات ديالو كان عنده البطاقه ديال القيمه عنده يجي يتفرج بغى بها كيدخل بغى يزيد يقطع الوريقه ديالو كيبقى تحت الرومان معاه الكرم ديالو وكيكون قريب من الفريق جميع الزوايا وكيكون هو الجمهور الحقيقي انا كنعتبر المخالف هو الجمهور الحقيقي
لان ما كيضحيش المعنوي كيضحي المادي. وبالتالي هذا اللقاء التواصلي كان العلماء جماعة الطنجاويين اللي عندهم عشق هذا الفريق انهم يلتحقوا بالخير.